أقول هذا الكلام وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنا مجرب في حوادث كثيرة، رب العالمين لا يحل لي المشكلة، يرفعها وكأنها لم تكن موجودة، مو فقط يحلها حتى يشك الشخص كانت مشكلة موجودة ورب العالمين حلها وما كانت، كانت قطعا كانت، وكانت مشكلة عويصة لكن رب العالمين رفعها. يأتي يقول أنا مصاب بمرض عضال ولا علاج له، وإذا بعد مدة يروح من جديد يعمل له فحوصات يقول أصلا ماكو هذا الشيء، أصلا أنت ما كنت مريض، كان مريض والمرض كان يمكن أن يقضي عليه لكن رب العالمين رفعه. يعني الله الذي يحول المشكلة إلى حل، الإفلاس يحوله إلى غنى، العبودية يحولها إلى ملك، غير قادر على أن يعمل هذا الشيء. لذلك ربنا يحب الدعاء الملح، الشخص اللي يتشلب وما يبطل، ادعو ولا تبطل. الدعاء مسألة أساسية رئيسية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنك تدعو رب العالمين لا يلتفت إليك. الله يحب أن تدعوه، أن تطلب منه، أن تبين استسلامك له وذلتك له وطلبك منه، هذا رب العالمين يريده، هذا جزء من العبودية، جزء من هدف خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دعاء يعقوب، دعاء يوسف، كل هذا أيضا عبرة بالنسبة إلينا. أنت أيضا أدعو ما تريده أطلبه من ربك، بدون التوفيق لا تظن أنك تحصل على شيء. توفيق الله عز وجل، نعم أحيانا رب العالمين يؤخر عنك لشيء أفضل مما دعوت. في حديث للإمام علي سلام الله عليه، والإمام علي صادق صديق ويتحدث عن نواميس الكون وعن معادلات أقيم كل شيء عليها، يقول لا يوجد دعاء بلا استجابة، ماكو دعاء بلا استجابة. لكن يمكن أنت تطلب شيء معين الله ما يعطيك، هذا يعطيك شيء ثاني، بس الله ما يترك دعائك بدون استجابة، ما في. تطلب امرأة معينة تريد تتزوجها، الله ما يعطيك هذه، يعطيك غيرها، وبعد مدة تكتشف الحمد لله هذيك ما صارت، هذه صارت، هذا بسبب ذاك الدعاء. لكن أنت أسأت الظن بالله وقلت رب العالمين ما استجاب لدعائي، رب العالمين يستجيب لكل دعاء، لا يوجد دعاء بلا إجابة. الآن هاي الإجابة شلون؟ الله حكيم، مو كل شيء كل عبد يطلبه الله يعطي. مرة كنت أقول لبعض الإخوة أنه لو رب العالمين كان يعطي لأدعية الأمهات كل ما الأم تدعو الله يعطيها، ما كان يبقى لهم ولد، الله يشيلك إن شاء الله. زين الله زين يشيلك على كل صغيرة وكبرة يا عمى، لأنه وقع بالطاسة مثلا، دائما تشوف هالنوع من الأدعية، يعني زين رب العالمين يستجيب لها مثلا. الآن نقول هذه عن غير دعاء حقيقي، مو إلحاح ومو طلب واقعي وفي ثورة غضب، ما يخالف. كم من دعاء دعوت الله فلم يستجب لك وكان عليك أن تشكره لأنه ما استجاب لك، كم من دعاء. كان يريد يسافر إلى الخارج لكن سفره إلى الخارج كان يخرجه من الدين، الله ما دبره، وصل للمطار واعتقله ورجعه مثلا، يقول يا رب ليش هذا الدعاء، هل قد طلبت من عندك؟ الدعاء مطلوب دائما وأبدا وفي كل الحالات، وخاصة عندما لا تحتاج. يعني إحنا يوم اللي نحتاج نرفع أيدين أصلا، ليس هذا أيضا حديث من الإمام علي سلام الله عليه، ليس الصحيح السالم اللي ما بيه مشكلة ما عنده مسألة، ليس هذا أقل حاجة إلى الدعاء. ليس المبتلى بأولى من الدعاء من المعافى، معافى كما يقول الإمام علي، نحن نطلب عند الحاجة، لا أطلب دائما، ليكن لك الدعاء عند كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. رحمة الله على الذين جمعوا الأدعية، هذه الأدعية العظيمة التي وردت من النبي وأهل بيته. وهنا حقيقة أريد أذكر المرحوم السيد حسن الشهرستاني صاحب كتاب المنتخب الحسني، هذا الرجل الصالح المتقي الذي جمع هذه الأدعية، وما من دعاء في تصوري جمعه في هذا الكتاب
إلا والأئمة الطاهرون سلام الله عليهم كان لهم نظر في ذلك، يعني هذا اختيار الأئمة الطاهرين. كنت أتكلم مع أحد أولاده فقلت له أنا اللي أشعر شيخ عباس القمي هذا خبير، هذا محدث، هذا الشغل هذا، وجمع كتاب المفاتيح، لكن بالنسبة لأوالدكم ما كان شغله. وإذا يأتي كل دعاء في مكانه وتجميعه ممتاز، وفي فترة قصيرة من الزمن يأخذ مداه عند الناس وفي بيوت المؤمنين والمؤمنات. فقال والدي في اختيار الأدعية كان يأخذ خير، فهذه هداية من الله عز وجل ومن الأئمة الطاهرين رحمة الله عليهم الذين جمعوا هذه الأدعية، خدمة كبرى قدمها النبي وأهل بيته لنا، والذين جمعوا هذه الأدعية ووصلت بأيدينا. حقيقة كل دعاء له ثمن كبير، خلي دائما عندك دعاء، الليلة شنو مستحب، بكرة شنو مستحب، عند السفر شنو مستحب، عند الحضر شنو مستحب. مثلا أقول لك مثال، ويبدو طولنا شوية الليلة، حينما تركب في سيارة، على فرس، في طائرة، في قطار، في سفينة، في غواصة، اقرأ سورة إنا أنزلنا. رب العالمين جعل لهذه السورة خاصية، مثل ما الأدوية لها خواص، الأدعية لها خواص. هذه السورة المباركة للحفظ من السفر، يركب بالسيارة اسم الله ما يجيبه، سبحان الذي سخر لنا هذا ما يقوله، اسم رب العالمين ما يجيبه، سيارته تدعم، يعاتب رب العالمين، تذكرته. أنت كنت تعرف، أحيانا بعضهم يقولون لا نعرف، هذه الكتب موجودة ما شاء الله كلكم تقرؤون وتطالعون. فالدعاء بالنسبة إلينا شيء أساسي، وكلمة الصلاة يعني الدعاء، نسمى الصلاة صلاة لأن في الصلاة دعاء، في سورة الحمد دعاء، اهدنا الصراط المستقيم. على كل حال هذه بعض العبر التي نستفيدها من قصة يعقوب ومن قصة يوسف ومجيء السيارة وإنقاذ يوسف من البئر. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين.